حفلت أيام معرض الزهور الدولي بالعديد من النشاطات الفنية والمعارض التي تهتم بكل ما يخص القطاع الزراعي إلى جانب عدد من المهن التراثية. بأدوات بسيطة وأيد ماهرة كانت الحرف التقليدية حاضرة في المعرض لتؤكد أن دمشق تنتمي إلى المدن المبدعة في العالم. مشاركين بقطع مجموعة قطع المزيك الخشبية مع الصداف، هذا من الفنون الدمشقية اللي نحن بنعتز فيها وبنشوف حالنا فيها كمان عالميا لدمشق ولأهالي دمشق. في إقبال، في إعجاب لهالحرف، ورجينا حقيقة الحرفة، ورجينا كيف الفن بيصير، كيف اليد الماهرة عم تشتغل. نفس الوقت عم ندعو انه نوجد الحرفة للأجيال القادمة لحتى نورتها. نشترك رهن بصناعة الفخار من فرج العالم، هي كل سنة عم نطورها، نعمل الشكل منها. يا شفتي الأشكال، الشلالات، الحواض، زريعة. الأكثر شيء العالم عم ترغب يا المطبخيات، الصحون، الطناجر، المقالي والجرر الماء. هيدي المصلحة، أقدم مصلحة بالعالم هي، وعبتموت. رهنة عم نفرج العالم إنه بدنا نحييها هيدي المصلحة. وشفتي عم نعلم أولادنا والأجيال، ما عاد الجيل عم يحب هاي المصلحة، يعني متعبة كتير هي. أنا من زمان بشتغل، كانت والدتي تشتغل وأنا تعلمت منها، وصلت هلا وبعلم بنات وبشارك بمعارض. مهنتي هي مخرطة يدوية تراثية تقريبا، هلا يعني بسوريا اللي عم يشتغل فيها أنا صفيان بهالمهنة هي، وهي تقريبا هي على وشك الانقراض، بس إن شاء الله نحن عم نحاول إنه هالمصلحة هي المهنة هي إنه ما تنقرضنا بلدنا عندنا من هون. مهنتنا بتعرفي تراثية، عم نظهر للعالم الزوار والزوار ثقافة الحرف الموجودة عندنا بسوريا، زوار كثيرة، ونحن بهمنا نوصل هذا التراث لأي واحد بيسأل عنه وبيعشقه. لفت نظري كمان الحرف اليدوية، لقينا في كتير شيء حلو، شغلات كتير ملفتة للنظر حلوة. شفنا الحرفي هو عم يساويها، يعني شيء كتير حلو ملفت. أخذنا والله هيك شغلات شوية تذكار، يعني ذكرنا بالتراث تبعنا. الآلات طلع شيء حلو، بس تضل إيد تعطيها لمسة روح.